25 جويلية 2021 إلى يومنا هذا نحكي على أكثر من عامين ونصف من التدابير الاستثنائية لاختيار رئيس الجمهورية قيس سعيد، ما الذي تحقق للتونسيين؟ ما تحقق حتى شيء، زاد فقرة العباد كيلو لحم ولا بخمسين ألف، الناس كلها ولات عايشة من الزبلة البلاستيك، فهمت، يعمم على العباد الكل. أنا تولينا في مستوي حاجيك مش بمقص نار ما انتهزوش. يعني رئيس الجمهورية قيس سعيد ما قامش بحاجات لفائدة الشعب والبلد. إيه والله يعني؟ لا، تحقيقات نجاح نتاع سياسية، أما معناتها كنشي نشوفوا مثلا على المستوى نتاع المعيشة ومستوى الاقتصادي، لا حالة بئسة ياسر ولات تسخف، تشوف وجوه العباد الناس كلها تتسخف، عبارة تبكي عليها تونس. ما عادش تونس قبل كانت مزيانة، عبادة منورين مبرقشين لبسة وحطايت ونظافة، تو شوف الهم لطف تعاسة، وانت تمشي تلقى واحد مديدين، وانت تمشي تلقى واحد يبيع في صاشيات، واحد يبيع في المشوار، كارثة ولات هم يزيري. شكون اللي تسبب في الكوارث هذه؟ والله شوف، أول حاجة هاك المنافقين الجماعة نتاع النهضة ذاك الأولانيين دخلوا بلا إله الله محمد رسول الله ورحوها البلاد ما خلوا فيها حد شيء. من بعد هذاك مزاد هاك السياسيين راحوا يمنقشوا فيها البلاد، الكاتو عندي أنا، البسبوسة عندك أنت، خلي الجازوز عند هذاك، عبارة ترفع قضية تقسموا فيها، والشعب قاعد يترحم، واللي تعسم هناك هاك الموظفين اللي دخلوهم هذاك من فترة النهضة، لا مستوى ولا قراية ولا تعليم ولا كذا، وذاك من المتخرجين مساكن يعني بهم ربي وجايين من بلاد من اخر الدنيا وما متحصلوش على الوظيفه، ويجي هو يدخلك ويقول انا عندي ولاد حومتي اسمهم ما يعرفوش يكتبوا، انا جاي يخدموا وزاره، يخدموا في الوزارات، نقسم بالله العظيم، نقسم بالله نخدم يخدموا في وزارات، اش معناته؟ هذا كله اذا مش في الخور موجود في الخور، وين المحاسب؟ هذاك هي صحته يقول لي لبس عليه يمشي يشري دار ويعيش متفرهد واولاده، وانا نقعد ديما واقف هكا باش تمشي صحيحه معناتها؟ ليه غلط؟ ثم إرادة سياسية من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد للبناء والإصلاح؟ والله المشهد مش واضح، هذا السؤال هذا المشهد مش واضح حد الآن، أما نجم نعبر عليه كم كلمة واحدة، تونس فخار من الناحية الاقتصادية وتكسر ما عادش باش يرجع كيف يرجع. علاش اليأس هذا يكون؟ لا مش يأس، هذا حقيقة. أنا كان نسألك سؤال هذا تبش جاوبني بنفس الجواب وباش تحكي لي بنفس الحوار اللي حاورتك بيه انا. تعب العباد يا بنتي، برا امشي كيلو الفلفل ب 5000 فرنك. هاي روبا ريتها توا روبا البنتي، هاي سيدي هاني انا عبدك، عبدك زوال، مش راني مفيز زوال، راني خدام حزام لقت في نهاري. هاي سيدي يا وني تكي، والله العظيم 100 دينار اقسم بالله العظيم. هاي هي لبسة العيد ب 100 دينار روبا بركة، ما زلت انا هذا تقطيقي. ها هاي 100 دينار تفضل، ها هذه روبا تاع ابني صغير 6 سنين، ها هاي هذيك روبا بركه، روبا بركه 100 دينار، مازال الصباط ب 61 ومازال خوها باش يلبس ومازال ما فماش اقل تلقى ب 100 دينار. كريتني قاعد نتحرك ونخدم في ليل ونهار ويعلم بي ربي باش نجم نعيش صغاري، من المسكين اللي ياخذ في جورناته ولا ياخذ في شهريه 600 و700 ما تعملوا شيء مع القرد نتاع صغاره مع قريتهم مع مكلتهم مع طنجرتهم، ما عاد تجيك مرضى تي تقسم لك مسلانك، فهمت يعني؟ ريت لهنا تحكي لي على اليأس، انا مش يأس، وليت بائس، وليت بائس، تعرف البائس اكثر من اليأس. بائس وتشري في روبا ب 100 دينار؟ ما انا نخدم ملزوم، ملزوم انك تشري ب 100 دينار، ما ثماش اقل. بنت لا تعيش، ما فورته اللي عنده خير مني هو باش يلبس بنته، وانا ليه؟ انا لابس بنتي ونعيشها ونخدم عليها ليل ونهار، ولله الحمد مش عامل عليه حد تضحيات يعني. واحد عامل لك الفيها بعرق كبير، ما كفاها بالمره النار، تعرف بالمره النار نخدم عليه بالمره النار، نخدم تاكسي ونخدم في المرشي ونخدم قلبي، ريتو قلبي قريب نحطه لصغار باش ما يوصلش للاحتياج، وريت كان نقصه شويه في الدوزه هو بطبيعته باش يجي قدام اصحابه وزملائه مقزم، باش يولي يدخل في حاله هستيريه، باش يمرض حالته النفسيه باش تولي تعب، يقول لك يا بابا شبي ولاد هذاك لابسين وانا ليه؟ خان متعه انا ما دام عندي صحه. هذه مجرد سوليسيون راني كمنت لنفسي، اما كي نحكي جلوبالمون على المستوى العام ليت شعب حالته مرضى. انا كنت في منديل تو كنت في ناج روسيا، يا ودي اقسم بالله العظيم يا ناس سمتي تدخل تتفرج وتخرج، تدخل تتفرج وتخرج، الحال الوحيد اللي عنده ما كناش بومنديل ولا ناش كوميسيون يمشي يقضوا قضيه نتاع 50 30 40 4 و5 صغار،
انا كرمت لحيتي زويس ربي يعطيني لله الحمد. خلينا نسالوك كمواطن تونسي، منذ 25 جويليه الى يومنا هذا عدنا تقريبا اكثر من عامين ونص، ما الذي تحقق للتونسيين؟ والله اجى نقول لك الامنيه نتاع التونسيين الكل كانت انه يصير اللي صار في 25 جويليه، خاطر وصلنا في فتره من الفترات بعد 10 سنين من الخراب وصلنا نستناو في واحد ينقذ البلاد. وافكتيفمون توا داير كنت نحكي مع حد قلت له شوف الفرق بين ما قبل 25 جويليه وما بعد 25 جويليه، تحقق اللي ثم نظام، ثم قانون ولا يطبق، ثم امل للتوانسة، خاطر في وقت من الأوقات ظلمت الدنيا في عينين التوانسة، وتوا نتصور حتى مؤشرات الاقتصادية كلها بدأت ترجع، كانت تشوف البالانس كوميرسيال بدأت ترجع، فما مؤشرات معناها ثم كل واحد ولا يعرف تو القدام شنو المهمة نتاعو، لكن اللي ظهر لي مازال ما تحققش أنه التوانسة مازال ما فاقوش على رواحهم، على خاطر الوعي ما يجيش من الصميم تاع البلاد، يجي من الشعب، والشعب تو هو اللي قاعد يلزمه يتحرك ويفيق شوية ويساند الأهداف نتاع رئيس الدولة. معناها بالرغم اللي ما كنتش من المنتخبين نتاع رئيس الدولة، لكن نتصور اللي أنا غلطت وحقني انتخبته على خاطر اللي قاعد يعمل فيه هو توا مجهود وحده ونحن مش قاعدين نعاونوا فيه، دونك نتصور لازمنا نفيقوا كلنا مع بعضنا ونحطوا البلاد في معناها في عينينا ونرجعوا القانون ونرجعوا المعنى نتاع الخدمة ونتاع العمل ونتاع المجهود وننظروا لقدام، ولا العشر سنين اللي فاتوا ماذا بينا يكونوا موفي سوفنير معناها. حقق حد شيء نشوف فما حاجه تحققت هي فما شيء، انا الدنيا غاليه كل شيء كل يوم يمشي وتغلى، الخدمه ما فماش ديما، هاي باش تتحسن هاي باش تتحسن، ربي قدر خير وكه ربي قدر خير اللي عنده صغار وعنده عائله ولا واحد واحد واحلى اللطف واحد واحلى اللطف 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 ان شاء الله ربي قدر الخير وكه. يعني ما فما حتى شيء ايجابي صار بالنسبه للتوانسه ولا حتى بالنسبه للبلاد في اي مجال؟ فما حاجه ايجابيه، النهضه تنحت، فتحنا منهم، كانوا محتكرين في برشا حاجات الحمد لله يا ربي، ويرحم والديه هو الرئيس في الاجراءات اللي عملها معاهم، ومع برشا حاجات عملهم ليه قاعد يتحرك قاعد يمشي قاعد يدور، الحق متاع ربي ما نكذبوش عليه، وان شاء الله ربي يجريها على السلاح وان شاء الله تتحرك شويه البلاد، بيلعى 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 وعباد مشات، الدنيا غاليه الخضره كشوفها كيفاش كل يوم تمشي وتغلى ما ترخصش، الزوالي مسكين العباد يعلم بها ربي، المصروف نتاع العائلة تو خمسة من الناس أقل حاجة 50,000 في رمضان، أقل حاجة 50,000 في السحور، السحور ب 10,000 راس ورويس والله اللطف، إن شاء الله ربي يقدر الخير وكهو. قلت أنك اكتشفت وفقت بروحك أنك غلطت لأنك لم تنتخب رئيس الجمهورية قيس سعيد، وإحنا في معناتها على موعد مع الانتخابات الرئاسية اللي هي في خريف 2024، حسب ما فهمت من كلامك ستنتخب رئيس الجمهورية. والله سأنتخب رئيس الجمهورية وباش ننتخبه بقناعة تامة، على خاطر ثم برشا قبل رؤساء تتكلم ومن بعد على الواقع ما فماش، هو ما تكلمش لكن اللي شفناه في الواقع اكثر من الكلام هو تطبيق وقاعد يعمل في اللازم، وان شاء الله ربي يعينه ويعيننا نحن وان شاء الله نعاونوه. اذا ماشيين نحو الافضل. طبعا ان شاء الله ثم امل، شوف الخراب اللي يصير راه يصير على 10 سنين وترجيع الخراب ديما يصير على مده طويله، ساهل باش تخرب اما مش ساهل باش تبني، ويلزم شويه وقت ويلزم شويه صبر ويلزم نعاونوه، على خاطر خسرنا برشا في العشر سنين اللي فاتوا، ونا في ان بون اون اريير كبير برشا، توا يلزمنا بشويه بشويه نبداو بالمؤسسات معناها بالمؤسسات ومن بعد بشويه بشويه كل شيء يتصلح ان شاء الله. تونس بعد 25 جويليه خير والا ما تبدل شيء بارابور العشريه الماضيه؟ والله كيف 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 الدنيا ماشيه وتغلى، من الثوره ماشيه وتغلى والاحتكار ماشي ويزيد في العالم الكل، هو فهمت من بعد من 25 جويليه لتوا انا قلت لك ارتحنا من النهضه، ارتحنا من برشا حاجات، عايز حس الرئيس كي يبرد لنا في قلوبنا شويه وكهو، ان شاء الله ربي يجريها على الصليح زاد هو وحده يحارب، وان شاء الله ربي معانا ومع امه محمد وكهو، ان شاء الله ربي يفرج علينا. شنو مميزات رئيس الجمهوريه قيس سعيد اذا عملنا مقارنه مع اللي سبقوه خاصه بعد الثوره، نحكيو على رؤساء الدوله بعد الثوره؟ والله الحاجه اللي عجبتني فيه يمكن ياسر العباد ما تشطرنيش فيها انه خذا وقته، خذا وقته عمل لحظه تامل وقف شاف عاين لقى اللي الوضعيه نتاع وقتها ما تتصلح كان بالطريقه هذه، ومن بعد الى بري سون طون، هو انسان قانون دونك مش متسرع دونك قاعد يمشي بالمرحله بالمرحله، وانا حسب رايي هذه هي اللي ما كانتش عند رؤساء الاخرين، رؤساء الاخرين بالعكس اعطونا وجه باهي ومن بعد في الواقع اعطوا عكس اللي كنا نستناو فيه، دونك انسان رزين نظيف والله ما تهمنيش حكايه النظافه، سي با ان غران بروبليم، يلزمنا نكون نظاف ماهيش مزيه نتاع حتى حدش يكون نظيف، اما انسان مو على الاقل يخدم على روحه، قاعد يرى في هو قاعد يرى في القدام شنو قاعد يعمل تي تاب تي ويطبق في القانون وان شاء الله ربي يعينه.
يعني المنصب نتاعو هذايا مش من اجل الكرسي فقط، من اجل مصلحه الشعب والبلاد. والله العمر نتاعو ما نتصورش كان مازال يستنى في كرسي، هو انا في العمر نتاعي تو كان يحطوني رئيس وما نتصورش نستنى الكرسي، ما يستناش الكرسي على خاطر هو اللي يعمل فيه تو نتاع انسان صادق وحسب رايي قاعد يعمل في حاجه صحيحه، ماهوش تاع واحد باش يستنى الكرسي وتو يعمل 5 سنين الثانيين باش ينتخبوه، هذه حاجه مؤكده خاطر التوانسه نقول لك شريحه كبيره من التوانسه قاعدين يخموا كيما الخمامانا، دونك باش ينتخبوه ما نتصورش كان بعد 5 سنين باش يعمل ثوره ولا باش يعمل انقلاب على الدستور، ما نتصورش، ماهوش هذايا من طبيعه قيس سعيد.